السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو نماذج أسئلة نصف السنة، امتحان نصف السنة لكافة المراحل، نزلتها بقناتي على التليجرام، تقدرون تسحبوهن كصور وتستفادون من عندهن. طبعا نماذج هواي، فرح ما أقراهن بس أشركم عليها. قلت لكم قناتي على التليجرام، يعني هسه مثلا هسه هاي الكردي الصف الرابع الاعدادي، هايني كل أسئلة ومخليها هاي كردي رابع اعدادي. شوفوا يلا راح نمشي الفيديو. هاي كردي كله، تجون على هذه احياء رابع علمي، شوفوا هاي الاحياء الرابع العلمي، ها كلها أحياء رابع علمي. يلا هسه خلصنا هذه الأحياء الرابع العلمي، تجون على اليمن هذه ها كلها أحياء رابع علمي، هاي فيزياء رابع علمي. هذه فيزياء رابع علمي، لحظة هاي خامس علمي فيزياء كاتباني عليها، هاي رابع علمي فيزياء، هاي فيزياء رابع علمي، هاي فيزياء رابع علمي، هاي فيزياء رابع علمي، زين هاي انجليزي رابع ابتدائي، ها هذا انجليزي رابع ابتدائي. نجي على الرياضيات الثالث متوسط، طبعا انجليزي الرابع ابتدائي مال الاشهر، الاشهر هذه فيزياء ثالث متوسط، لحظة لا لحظة هذه شنو بالله، هاي هاي رياضيات ثالث متوسط، هذه رياضيات ثالث متوسط، هاي رياضيات أول متوسط، باعوا هاي رياضيات ثالث متوسط، وهاي رياضيات أول متوسط، هنا عندنا كيمياء ثالث متوسط، هاي فيزياء ثالث متوسط، هاي كيمياء، باعوا هاي كيمياء ثالث متوسط. كيمياء ثالث متوسط، هاي كلها كيمياء ثالث متوسط، لحظة خلصنا الكيمياء ثالث متوسط، نجي على فيزياء ثالث متوسط، هاي الفيزياء ثالث متوسط، هذه هواية فيزياء نماذج فيزياء ثالث متوسط، زين خلصنا الفيزياء ثالث متوسط، نجي على اليمن اجتماعيات ثالث متوسط، هذه اجتماعيات ثالث متوسط، ثلاثة اجتماعيات ثالث متوسط، هذه عندنا علوم أول متوسط، ست أسئلة ذني، هاي عربي أول متوسط،
وهنا فيزياء خامس علمي، وهنا حاسوب رابع اعدادي، وهنا احياء ثالث متوسط، هاي عربي خامس علمي احيائي، هاي عربي ثالث متوسط، وهذه احياء ثالث متوسط. قلت لكم نزلتها بقناتي على التليجرام، وان شاء الله التوفيق.